كان يا مكان كان في فيل بيعيش في الغابة. كان مغرور ومتفاخر بحجمه الكبير، وكان دايما بيعمل مشاكل لباقي الحيوانات وبيسخر منهم وبيتنمر عليهم. وفي يوم كان ماشي في الغابة، شاف بغبغان واقف فوق الشجرة فقال له: انت مش شايفني ولا ايه؟ انا اقوى حيوانات الغابة، لازم تنحني لما تشوفني. قال له البغبغان: مش هيحصل، ولا حجمك ولا شكلك ده يفرق معايا. رد الفيل بغضب: انا هعلمك ازاي تحترمني وهندمك طول العمر. راح الفيل مسك غصن الشجرة اللي واقف عليه البغبغان وكسره، ويحرام طار البغبغان بعيد. شفت انا عملت فيك ايه علشان تبقى عبرة لغيرك؟ مشى الفيل المغرور وهو متفاخر بنفسه، وراح يشرب من النهر، فشاف نملة صغيرة بتجمع في الطعام. قال لها: يا نملة يا صغيرة، لمين الأكل ده كله؟ فردت عليه وقالت له: الطعام ده ليا، الشتا هيبدأ قريب ولازم أخزن الطعام. سحب الفيل مية من النهر في خرطومه ورشاه فوق النملة وأفسد طعامها، وقعد يضحك. النملة غضبت جدا وقالت له: اضحك براحتك، انا هعلمك درس في يوم من الايام مش هتنساه عمرك. قال لها الفيل: يا ماما يا ماما، انا خفت منك يا نملة يا صغيرة، ابعدي من هنا بدل ما دوسك برجلي. غضبت النملة جدا من كلام الفيل ومن غروره ومن تصرفاته. قررت النملة الانتقام من الفيل، وفي اليوم التاني كانت بتجمع طعامها كالعادة، لقت الفيل نايم وجات لها فكرة. شد بهدوء ودخلت جوه خرطومه وقعدت تعض من جوه. فضلت تعض وتعض لحد ما صحى الفيل وهو بيصرخ من الألم: الحقوني الحقوني، ألم شديد مش قادر استحمله. سمعت النملة صراخ الفيل، خرجت من خرطومه، شافها الفيل وتفاجئ ان الألم الشديد اللي ما كانش مستحمله كان بسبب نملة صغيرة كان بتنمر عليها. قعد الفيل يعتذر لها ويترجاها ويقول لها ان مش هيعمل كده تاني. سامحيني ارجوكي، انا خلاص مش هعمل كده تاني، ومش هتنمر على حد ولا اذي حد. ردت النملة عليه وقالت له: المهم تكون اتعلمت الدرس، مش مهم حجمك ولا انك تتفخر بقوتك، استخدمهم لمساعدة الاخرين. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. نتعلم من قصتنا النهاردة يا اصحابي اننا ما نتنمرش على اي مخلوق اقل مننا في الحجم او في القوة، واننا ما نتغرش بحجمنا ولا بقوتنا، واننا ما نأذيش غيرنا ولا نفسد عليهم حياتهم. ولو عجبتكم القصة يا اصحابي ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، والقصص مفيدة جميلة ومسلية ادخلوا على قناتنا. الى اللقاء.